السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنتكلم عن قصة جميلة جدا الكثير من الناس لا يعرفها، وهي قصة المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم. من الذي يروي هذه القصة؟ يرويها عبد الله بن المبارك، وهذا رجل من العلماء. ماذا يقول عبد الله بن المبارك؟ يقول: كنت عائدا من رحلة الحج من مكة المكرمة إلى فلسطين، ذهب إلى فلسطين لزيارة المسجد الأقصى. قال: وإذا وأنا أمشي فإذا أنا بشيء عجيب، شايف حاجة عجيبة جدا من بعيد بس لا أدري ما هي، فإذا أنا بسواد على الطريق، حاجة سودة ومش عارف إيه هي دي. قال: فعندما اقتربت منها شيئا فشيئا وجدت إنها امرأة عجوز، فتعجبت: ماذا تفعل هذه المرأة العجوز في هذا المكان في الصحراء؟ فاقتربت منها وقلت لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالت هذه المرأة: سلام قولا من رب الرحيم، آية مذكورة في القرآن الكريم. فقلت لها: ماذا تفعلين في هذا المكان وحدك يا أمة الله؟ فقالت: من يضلل الله فلا هادي له. قال: فعلمت أنها ضالة في الطريق. فقلت لها: منذ كم وأنت لك على هذه الحالة؟ فقالت هذه المرأة: 3 ليال سوية. قال: فعلمت أن لها 3 أيام وهي ضالة في الطريق. فقلت لها: وماذا تأكلين وماذا تشربين؟ قالت: هو الذي يطعمني ويسقين. قلت: سبحان الله، هذه المرأة تتكلم كل إجابة سؤال ترد بآية من القرآن الكريم. فقلت لها: يا أمة الله، إن معي طعام وشراب، فهل تأكلين أو تشربين؟ فقالت: فأتم الصيام إلى الليل. قال: فعلمت إنها صائمة. ولكن قلت لها: نحن لسنا في شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى أباح لنا الفطر، فلك أن تأكلي وتشربي. قالت: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قلت لها: نحن في سفر، والله سبحانه وتعالى رخص الإفطار في السفر. فقالت: وأن تصوموا خير لكم. فقلت لها: أيتها المرأة، لماذا لا تتكلمين إلا بالقرآن الكريم؟ فقالت هذه المرأة: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلت لها: إن معي وضوء ماء، يعني إذا أردت أن تتوضئي وتصلين. فقالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلمت أنها تتيمم للصلاة. فقلت لها: إن معي ناقتي، فهل تأذنين لي أن تركبي معي حتى أوصلك إلى المكان الذي تريدين؟ فقالت: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال: فأتيت لها بالناقة حتى تركب وتستريح. فعندما رأتها الناقة وجاءت المرأة لتركب الناقة، فزعت منها الناقة وخافت فسقطت على الأرض. فقالت: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: فأتيت لها بالناقة وأمسكتها جيدا حتى تركب، فركبت. وعندما ركبت الناقة قالت: ففهمناها سليمان. وعندما ركبت قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلت: سبحان الله، هذه المرأة حكيمة جدا. فقلت لها: أيتها المرأة، لقد أوتيت الحكمة. فقالت هذه المرأة: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فركبت الناقة وأمسكت بخطام الناقة وجعلت أسعى وأصيح. فقالت لي هذه المرأة: واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال: فغضضت من صوتي وجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم ببعض أبيات من الشعر. فقالت هذه المرأة: فاقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم. قال: فجعلت أقرأ بعض آيات من القرآن الكريم. ثم سألتها: هل أنت متزوجة أيتها المرأة؟ فقالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قالوا: فسكت. ثم سرت بها مسافة حتى قابلنا قافلة في الطريق. فقلت لها: أيتها المرأة، لقد أقبلنا على القافلة، فمن لك فيها؟
من لك في هذه القافلة حتى نستطيع الوصول إليه؟ فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فعلمت أن لها أولاد في هذه القافلة التي أمامنا. فقلت لها: ما أسماء أولادك؟ فقالت: كلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: فعلمت أن أسماء أولادها إبراهيم وموسى ويحيى. فدخلت إلى القافلة وجعلت أسأل عن إبراهيم وموسى ويحيى حتى دلوني عليهم. فقلت لهم: أنتم لقد فقدتم أمكم. قالوا: نعم، لقد فقدناها منذ 3 أيام ونحن نبحث عنها فلم نجدها، حتى إننا قد استعوضنا الله فيها وظننا أن لن نجدها بعد ذلك. قال: إن أمكم معي في على الراحلة، تعالوا حتى تأخذوها. فجاءوا الأولاد مسرعين إلى أمهم يقبلون أيديها وأرجلها فرحا بلقيا أمهم. فعندما أتوا أولادها إليها وأنزلوها من على الناقة، قالت لهم: فليذهب أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فحتى تكرم الضيف الذي كان معها. قال: فعندما أتوا لي بالطعام وضعوا الطعام أمامي، فقالت هذه المرأة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فتعجبت من هذه المرأة العجيبة، منذ أن قابلتها إلى أن انتهيت إلى القافلة لم تنطق بحرف واحد غير القرآن الكريم. فقلت لأولادها وقلت لها: إن طعامكم علي حرام إن لم تخبروني بأمر هذه المرأة، فإني قد رأيت من أمرها عجبا. هذه المرأة أمكم لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم، ومن يستطيع ذلك؟ فقالوا: إن أمنا لها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم، مخافة أن تلفظ بحرف يوجب عليها سخط الله سبحانه وتعالى عندما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقسمت على نفسها ألا تتكلم إلا بالقرآن الكريم، مخافة أن ينزل عليها سخط من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فترفعه في الجنة درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار دركات. لسانك، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. اللسان أكثر من يدخل النار الناس، اللسان والفرج. فهذه رسالة بسيطة من هذه المرأة المتكلمة بالقرآن، أن نحافظ على ألسنتنا ولا نغتاب ولا ننم ولا نذكر أحد بسوء، ونعفو ونسامح. وفي نهاية هذه الحلقة نقول: يا رب نشهدك أننا قد عفونا عمن ظلمنا ابتغاء لوجهك الكريم، وأنت يا رب أحق بالعفو منا، فاعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.